أخبار اليوم. ايه
قلبي يعني ما بتحتاجش فيه، يعني مش محتاج ان انا عايز ان انا ده تربيتي الرئيسي. يعني انا هغير الثقافه بتاعتي في الاكل علشان اقدر اعيش مع مرض السكر يعني مش مظبوط؟ اه. يعني اعمل ايه؟ يعني بدل ما احط في الاكل بتاعي الطبق بتاعي رز وبلح عليه خضار اعمل العكس. يعني هعمل ايه؟ يعني هغير الخضار الاول واحط عليه معلقتين رز. لان انا يعجبني جدا ان انا لو عارفه كميه الرز قد ايه، كميه المكرونه قد ايه، كميه العيش قد ايه بره. لكن هحب جدا جدا ان كل حاجه اكون افضل فيها. الاستثناء الوحيد كده ازاي؟ الاستثناء الوحيد هذه الطاقة هو المسألة، بس كده بنعتبرها وبقيت الطاقة. يبقى أنا بحط حاجات خطرة كتيرة في طبقي باكل منها بيسموها النتر إيتنج، لأن السعرات الحرارية بتاعتها قليلة ما بتعديش، لأن المشط الحراري بتاعها منخفض. طيب بيحصل إيه بعد كده؟ أنا هحط عليها تقريبا معلقتين أو حتى 4 معالق رز، مجموع المشط الحراري بتاع اللي هو بديل الجولان، لكن لو أنا حطيت ما بتحتاجش بقى مش تمام. الثقافة بتاعت إن أنا بغرف الرز الأول حاجة.
فماشي يعني نسبة التركيز هتموتي عنها. طب يبقى لازم انا زيت صافي بقى. هو لازم الزيت نسبة الكتاب اسمه زيت زيتون وغلى زيت زرع. زيت الذرة وزيت أعمال الشمس يجوب زيت الزرع. Awesome.